الثامن من شروط الصلاة. سمنتنيا ويا صلاة مسفت. نعم. استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. ودا قبلة مزور وإم ودا مكة مزور. في الفريضة أو النافلة؟ في الفريضة والنافلة. بفردنا ويس بتر في الصلاة نفسه يمينه بملو صلاة. في الحضر أو في السفر؟ في الحضر وفي السفر. باجر بيتم بسفر بقزم. إلا النافلة في السفر فقط. بسفر ليهم وبقزم لي على نفل سجاي شكر على الدبر. يصح أن يصلي النافلة فقط في السفر حيث توجهت به الدابة، الراحلة، القطار، السيارة. نعم. بسفر ليهون وليسا قد يتشلال نفل صلاة جمال امتسكلو بقلو امتسكلو مكنا امتسكلو قطار يبهر انت. هذه القبلة الآن هنا. هون هي قبلات شنو؟ وأنا أمشي في السيارة إلى هذا الاتجاه في السفر. بسافر لهن ودقي اصلي النافله وانا في السياره على هذا الاتجاه. انا ودقي هن قبلان ورجال بارجه مسجد شلال. اومئ بالركوع والسجود اخفض من الركوع. بركوعنا بسجود يتكسفن سجود قل تكت زك عرجه النافله فقط. نافلة نهيدا. أما الفريضة لابد من استقبال القبلة والنزول عن الدابة. فرد كوانا قل كبقل ومورد يقدلال كما كنان اندزل.